يعني بدينا من جديد كثير من الحفلات انه يكون فيها الانشاد الديني، بالرغم انه هي يعني معروف في يعني ليها اجواء الاجواء الافراح هون في طبعا مصر مو مثل عنا، عنا نحن الفرح يعني لازم يكون انشاد. هلا هون لسه على الناس اي فرح لازم يكون انشاد؟ اي سوريا؟ فرح بسور بدمشق خاصه في دمشق وحتى في حلب وحمص. معقوله ما حدش كان بيجيب صباح فخري و صباح فخري اصله منشد؟ ما انا عارف اصله منشد طبعا، يعني هو ابتدى بالانشاد، لكن نحن العادات والتقاليد عن يعني بقي الانشاد من العادات والتقاليد في البيوت السوريه، وخاصه انا عم اقول لك المناطق دمشق حلب والحمص وحما والمناطق. لكن هون هلا نحن شويه لسه موضوع الانشاد الديني في فرح غريبه شوي، ولكن بدينا ندخل على الافراح. وطبعا انتوا حسب يعني نحن اليوم ما عم نشتغل بهدوء، نحن بنشتغل لما يعني يكون في فرح بمختلف الانشاد، اعمال خاصه للعروسين العروسين طبعا طبعا ما في مجال نقول يعني بنحب نسمع اللي بيتغنى في الافراح. انا عندي فضول، انا عندي فضول كبير اعرف. ممكن اقول لك فقره هنا ايوه بس هنا يا العريس يا العريس انا جاي ابارك لك، يا العريس يا العريس انا جاي افرح لك، يعني وهكذا. طب مفيش حاجه للعروسه؟ هي اظن جلسه الرجاله هي اللي بيبقى فيها ولا ايه؟ هلا نحن طبعا نحن اضفنا بعض الاعمال في اعمال كثير عن الافراح عملناها الحمد لله لاقت اعجاب كثير. طب هي سؤال اجهان مهم يعني هي انت بتغنوا للعريس على اساس انها جلسه رجاله ولا لا؟ هلا هلا الافراح هون عن يعني الافراح بسوريا استاذ عمر الشاعر الشاعر والمنشد فيها انشاد صح ولا انا غلطان؟ العروس فانا بجيبها انت ما تقلقش يعني ما يكون في عروس انا بجيبها. هو عندنا في دمشق تحديدا في دمشق ولا في حلب الافراح تقوم على مبدا انه في الرجال لوحدهم والستات، فلذلك احنا الشعراء كانوا يعني اغلبهم بيتركز على عريس. هلا هون اجينا في اختلاف طبعا في لا موجود هنا في عندي انا شيء